السلام عليكم، مرحبا بيكم. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن فشل منظومة الأمن السياسي في التنبؤ باندلاع ثورة 1919، والنهاردة بإذن الله هنستكمل شرح معالم منظومة الأمن السياسي في مرحلة ما بعد ثورة 1919 وصولا إلى مرحلة الانقلاب العسكري في 23 يوليو 1952. بعد 6 شهور من اندلاع أحداث ثورة 19 وقعت أحداث جديدة على المشهد المصري. ففي سبتمبر 1919 تعرض رئيس الوزراء محمد باشا سعيد لمحاولة اغتيال لم تسفر عن إصابته، ثم بعد ذلك في نوفمبر 1919 تعرض الكابتن صامويل أحد ضباط الجيش الإنجليزي لحادث اغتيال قتل فيه، ثم توالت هذه الأحداث بعد ذلك. وفي المرحلة دي قرر الإنجليز إعادة بناء منظومة الأمن السياسي مرة أخرى، فأسسوا قسم اسمه القسم المخصوص. ده قسم مركزي بيعنى بالإشراف على الأمن السياسي على مستوى مصر، ولا يعمل فيه سوى البريطانيين فقط، وأسسوا فروع لهذا القسم في بقية المحافظات تحت اسم القلم المخصوص. هذا القلم المخصوص كان بيعمل فيه بعض المصريين وآخرين من الأجانب، ووضعت محاور واهتمامات لعمل القسم المخصوص والفرق والقلم المخصوص ظلت هي أساس عمل منظومة الأمن السياسي إلى وقتنا الحاضر. فكان من ضمن مهامه متابعة نشاط المنخرطين في أنشطة مناهضة للاحتلال، متابعة نشاط حزب الوفد والأحزاب الأخرى الناشئة، متابعة نشاط الأزهر وشيوخه والحركة الطلابية بداخله، متابعة نشاط النقابات والعمال والأنشطة الشيوعية، عمل تقديرات وقياس للرأي العام بشكل دوري ورفعه إلى المندوب أو المعتمد البريطاني اللي بعد كده تحول اسمه إلى المندوب السامي في مصر. وظلت هذه الأنشطة زي ما اتكلمنا تمثل أساس منظومة عمل الأمن السياسي. بعد كده في عام 1922 مع استمرار الأحداث المناهضة للاحتلال والتظاهرات والاحتجاجات وما شابه، اضطر بريطانيا إلى إعلان تصريح اشتهر باسم تصريح فبراير 1922، أعلنت فيه رفع الحماية عن مصر من جانب واحد، وبكده أصبحت مصر مملكة مستقلة. ولكن كان لبريطانيا عدد من الشروط اللي بتفرضها على مصر، من ضمنها حفظ المصالح البريطانية وتأمين الأجانب وما شابه. لذلك أسس في الداخلية المصرية جهاز اسمه الإدارة الأوروبية تابعة لإدارة الأمن العام، دي اهتمت بالأحداث الخاصة بالأجانب في مصر. فبكده بقى عندنا القسم المخصوص كإدارة مركزية ويتبعه القلم المخصوص، وأيضا عندنا الإدارة الأوروبية. ومع تزايد نشاط الشيوعيين في مصر ومحاولة الاتحاد السوفيتي لتكوين شبكات تابعة له في الداخل المصري، تم إنشاء في عام 1924 قسم لمكافحة النشاط الشيوعي. ثم تطور هذا الأمر في عام 1930 لتأسيس مكتب اسمه مكتب العمل. هذا المكتب كان خاص بتكوين شبكات من المرشدين في الوزارات والهيئات الحكومية. وظل هذا هو وضع وبنية منظومة الأمن في مصر إلى أن حدثت معاهدة 1936 بين مصر وإنجلترا، ودي انبنى عليها ابتعاد بعد كده البريطانيين من منظومة الأمن السياسي في مصر، وتسلم المصريين للإشراف على القسم المخصوص وعلى جهاز الشرطة بالكامل. وكان مفترض أن ده يحصل خلال 5 سنين، ولكنه تأخر إلى نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945. وخلال المرحلة دي تم تطوير القسم المخصوص وفقاً أيضاً لما يلبي مصالح المحتل. ففي عام 1937 أنشئ مكتب الشؤون العربية لمتابعة العرب المناهضين للاحتلال في فلسطين وفي العراق وغيرها من المقيمين في مصر، زي مصطفى السباعي، زي الخزندار وغيره، ودول بعد كده بقوا رموز الحركة الإسلامية. كذلك أنشئ بوليس حرس الجامعات اللي هو مشهور باسم الحرس الجامعي، وده كان من يمثل عين الجهاز المخصوص في متابعة الحركة الطلابية داخل الجامعات. ثم بعد ذلك بعد اغتيال الحركة الصهيونية للورد موين البريطاني في القاهرة، تم تأسيس مكتب اسمه مكتب مكافحة النشاط الصهيوني في القسم المخصوص. واستمر تطور نشاط القسم المخصوص إلى أن انتهت الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1948 بدأ الصدام بين الحكومة وبين جماعة الإخوان وبالأخص
النظام الخاص في الإخوان، فبدأ اعتماد الإخوان كخصم من الخصوم الأساسيين اللي بيعتني القسم المخصوص بمتابعتهم ومتابعة أنشطتهم وتوجيه ضربات ليهم، وتوجت أنشطة المخصوص ضد الجماعة بقيام عدد من عناصره باغتيال مرشد الجماعة الأستاذ البنا في عام 1949. التقارير المتوفرة عن القسم المخصوص بعد كده وضحت أن عدد الملفات المواطنين اللي كانت متواجدة فيه كانت 150 ألف ملف في نهاية الأربعينات، في حين أن عدد الشعب المصري في المرحلة دي كان 18 مليون فرد. وأيضا توثقت علاقة المخصوص في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات بالاستخبارات الأمريكية والبريطانية، لدرجة أن رجل الاستخبارات البريطانية كيم روزفلد عندما أتى إلى مصر نجح في تكوين شبكة بالتعاون مع الأخوين علي أمين ومصطفى أمين لمكافحة النشاط الشيوعي بالتنسيق مع القسم المخصوص وبالتنسيق بعد كده مع البريطانيين. وظل هذا هو الوضع إلى أن قامت أو إلى أن حدث الانقلاب العسكري في 23 يوليو 1952، وتم تفكيك منظومة الأمن السياسي اللي كانت موجودة في العهد الملكي، وأسست منظومة جديدة سنتناولها في الحلقة القادمة بإذن الله.